إذن نتواصل في رونديفونا في هذا الجزء. يسعدني أني نستقبل أحمد صديق الناطق الرسمي باسم حزب الطالع العربي الديمقراطي والنائب بمجلس نواب الشعب. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك كل مشاهدي قناة التاسعة. مرحبا بك. قبل ما نبدأ وتقرير لهذا الجلسة، حسمت الدائرة الاستئنافية في المحكمة الإدارية بتونس أمس الصراع القائم داخل الجبهة الشعبية بمنح التمثيلية القانونية لمحمد جمور وإقصاء القيادة التاريخي في الجبهة حمى الهمامي. قرار المحكمة أقر بقبول استئناف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكلا وأصلا. النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي قال إنه الحكم نهائي والأمر تحسم لصالح الجزء اللي مثله حزب الوطن وحلفائه، إلا أنه الجبهة أصدرت بلاغ توضيحي اعتبرت ما تم ترويجه من قبل الوطن أخبار زيفة، وإنه محكمة الاستئناف لم تصدر بعد حيثية الحكم. من فترة شهد أكبر ائتلاف يساري في البلاد موجة نزاع حادة اتجهت نحو التصعيد المحموم وغير المسبوق، وفتح سيناريوهات خطيرة كانت تتهدد بالتصدع داخل الجبهة. حلال الكتلة وتكوين كتلة جديدة باسم الجبهة الشعبية وإقصاء ست، عملنا ائتلاف انتخابي ثنائي، حملة اللي أنا نأسفلها برشا أنها توصف في بعض الأمناء العامين بكونه روابط إقليمية، البعض الآخر خاين، البعض الآخر أرعن ومخرب. في تخلص الجبهة الشعبية من العبء ومن كوابحها، طاقات الجبهة الشعبية اليوم تحررت من أجل وأنها تكون بالفعل عنصر مساهم في تصورات حقيقية لبلادنا. غادر الجبهة حزب الوطن ورابطة العمال اليساري وبعض الأحزاب الأخرى، وتواصل الجدل بدل الحلول داخلها، خاصة بعد الانتقادات الشديدة اللي تم توجيهها للهمامي لتبقى مكونة قليلة فيها يتقدمهم حزب العمال والتيار الشعبي اللي تمسكوا بالبقاء. من جهة أخرى قرر حزب القطب مكون مستقيل من الجبهة عدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة تحت راية الجبهة الشعبية بالأغلبية الساحقة لأعضاء مجلسه المركزي، انطلاقا من قناعته انه دخول الجبهه الانتخابات في وضعها الحالي باش يؤدي حتما لتراجع حاد لقواعدها الانتخابيه في الاستحقاقات التشريعيه والرئاسيه. ذات الموقف لحزب الطليعه وحسب القيادي فيه احمد الصديق، كان صرح انه لم يعد هناك وجود الجبهه الشعبيه بل تكتل بين حزبين، وحمل مسؤوليه التفكك الحمى الهمامي باتخاذ توجه اقصائي وتدميري. اذا كان الجبهه الشعبيه تولي بتين دا اونوربي عند فلان، والجبهة الشعبية هذيك صلاحيتي وهذيك يصير بصلاحيتك، الحقيقة برشا خور لا يطاق. آخر شيء وصلنا له نختم في مظاهر كذا ونرجع لك، أنه أنا نقول أنا في الجهة معينة نحب نعمل اجتماع باسم الجبهة الشعبية داكوردو، نجي ونقف في الباب ونقول لك نحب ندخل وفصل لك اجتماع. رغم بقائها متمسكة لسبع سنوات منذ تكوينها وخوضها الانتخابات لحمة واحدة وعملها في كتلة برلمانية متناسقة رغم تعدد روافدها اليسارية والاجتماعية والقومية، إلا أن خلاف الزعماء على القيادة ورياح الانتخابات المقبلة قضت على الجبهة الشعبية. أحمد صديق، نحاول نفهم منك ماذا يحدث اليوم داخل الجبهة الشعبية أمامي زوز بيانات متناقضة. بنشوف الوطد حزب الوطد نهار 16 جويلية يقول منحت التمثيلية القانونية لمحمد جمور، يجاوب عليه بيان صدر عن الجبهة الشعبية مالوغوزمون نقول شق حزب العمال، يقول لا ماهوش صحيح انه القرار القضائي هذا يتعلق بقائمات الانتخابات البلديه في تيبر، ويؤكد انه حمى الهمامي النطق الرسمي باسم الجبهه الشعبيه هو الممثل الوحيد للجبهه الشعبيه. كل قيل متى ستنتهي معركه البتين داخل الجبهه الشعبيه؟ هو اصطلح على تعريفها بمعركه البتين ده، انا ما نسميهاش بتين ده، نحن لا نبيعه في العظام ولنا 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 نستورده في الحمص. البتين ده تتعطى للنشاط التجاري والصناعي أو ما يسمى بالمعرف الجبائي. القصة ما نتصورش تسمية تسميت معركة البتين ده ولا معركة التمثيل القانوني تقريبا معركة الكل، مش فقط الجبهة الشعبية ما عرفة بالمصطلح هذا. أي الجبهة الشعبية هي طلعت المصطلح في العركة متاع نداء فور بليساب. أنا أقول اللي حاصل اليوم الحقيقة جزء كبير من مفاصل أو من فصول هذا الخلاف أصبح من الماضي، أصبح من الماضي الذي يلقي بثقله على الحاضر. يعني باش نقعدوا نرجعوا للتفاصيل وشكون بدا وشكون كمل، ولكن أنا نقول ونعاود نأكد اللي قلناه في حزب الطالع العربي الديمقراطي وما زلت قناعتنا راسخة فيه. الجبهة الشعبية ننظر لها بزوز رؤى، بمنطق المشروع الوطني، بمنطق خاطر الجبهة الشعبية مش فقط تكتل الأحزاب، لا لا، كما الاتجاه، كما الخط، كما الثنية،
كانت مختلفه عن الاخرين الكل، على التشكيلات السياسيه التونسيه الكل تقريبا، في اني مارست المعارضه قبل انتخابات 2014 وبعد انتخابات 2014، بمعنى كانت مختلفه على السائد لاني تحمل مشروع نقيض للموجود في الساحه. المشروع هذا لا يزال موجودا. او شنو اللي تمس او شكون شويه او شنو اللي تمس؟ لا المشروع موجود عند بنظليه. اللي تمس هي الحامله، هي الاطار، هي الماكينه، هي الاطار اللي كان حامل هذا المشروع. هذايا بالضبط كيما الحاجه اللي سيبتها وتكسرت. علاش؟ خاطر ما نجمش نحكي على جبهه شعبيه بحمر همامي فقط وبسي زهير حمدي فقط ومعاه زوج احزاب. ما نجمش ايضا باش نكون امين وصادق، ما نجمش نقول جبهه شعبيه بالمنطق التنظيمي اللي فيه الوطن الموحد وحزب الطليعه، لا. وهذاك علاش في بياننا قلنا الجبهه الشعبيه بصيغتها القديمه انتهت، تظل كمشروع ما زالت تستنى في حامله نعتقد الواحد حمل همامي مسؤوليه تفكك الجبهه الشعبيه. انا نحب نوضح نقطه، لا حمل همامي يتحمل جزء من المسؤوليه تقديره كما قلت في الميسيون اللي سجلوا عليا فيها هالكلام ونقلته المواقع التواصل الاجتماعي. انا نقول يتحمل مسؤوليه كبيره تقديرها، انا نرى انه مسؤوليه كبيره ياسر، لانه وقت اللي تكون انت الناطق الرسمي لهذا الائتلاف وتمر بك العاصفه وتنتهي الى حطام وتصر على ان ذلك الحطام هو السفينه اللي كانت هذا النسر كله، قول لي كبت شوي. اذا مسؤوليتك في انك انت كنت الربان ونحن قيادات احزاب الجبهه الشعبيه من منحك قياده هذا، وقت اللي جات العاصفه شطره بالمرتاح. يعني عندنا اربعه، عندنا ثلاثه مكونات موجودين في ائتلاف حاليا نقولوا احنا نمثلوا مشروع الجبهه الشعبيه، المعركه القانونيه والقضائيه هذه تتؤول الى مآل معين، نتصور روحنا احنا اللي نمثلوا هذا المشروع من حيث اهدافه السياسيه وبرنامجه السياسي وخطه السياسي واداره هذا الاختلاف الذي بيننا. احنا ماناش نفرد قلم، يعني بمعنى ماناش نقولوا في نفس اللغه، لكن جمعتنا خط واحد. من كان يتحمل مسؤوليه قياده هذه السفينه التي آلت الى حطام تتناثره الامواج هو من يتحمل المسؤولية الأكبر، بغض النظر شكون اللي قام قال لك حكاية وإلا ما ربطش الحبل المليح في السفينة وإلا النافيغاتور اللي تحتك ما عملش الترسان الصحيح نتاع الكارتة. المسؤولية تؤول إليك لأنك أنت الناطق الرسمي وأنت من كنت تمثل هذه الجبهة. هو يقول أيضا أن كونتخ بارتي، زاد نحكيو على الوحدة والتجميع والتفكيك، يقول أنا مرشح ثمانية مكونات للجبهة الشعبية. لم يعد مرشح لثمانية مكونات منذ اللحظة التي لم يتصرف فيها 7 جويلية، راهو هذا قالوا التصريح. يعني لا 7 جويلية في الموضوع، لا سامحني، تو شوف تو عندك القطب خرج، حزب الطليعة غادرت، سامحني، تعرف شكون في الثمانية مكونات اللي رشحوا للرئاسية بما فيهم اليسار العمالي اللي موجود في الائتلاف الآخر؟ يعني هذه مغالطة. صحيح في مارس كنت مرشحا لثمانية، في إدارتك للأزمة أصبحت مرشحا لائتلاف لحزبين معهما حزبين أخيرين. ما نحبش نرجع للموضوع هذايا، ولكن نقول تصحيحا من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الجبهة الشعبية نتوزع هذه المسؤولية بشكل أو بآخر، ولكن الجزء الكبير اللي يتحدد مش بالبونتو ولا على خاطر حمل همامي، لا يتحدد بحكم الوظيفة، أنت كنت الناطق الرسمي ولم تعرف كيف وهذا هو بيدو قالوا الحقيقة في إحدى اللقاءات التلفزية، سألوه على موقف الطليعة قال نختلف في تقدير إدارة الأزمة، في البداية رأيناها إدارة سيئة انتهت إلى إدارة كارثية محطمة، ومع الأسف هذا اللي وصلت له. إذا الحاملة والإطار تاع الجبهة الشعبية إني بلو ما عادش الجبهة الشعبية انطلقت بمكونات تقريبا 9 11 في البداية، غادروا ثلاثة شيء خرج وشيء كذا، استمرت طيلة 5 سنوات سواء على مستوى الكتلة ولا على مستوى الشارع بنوع من التعطل بنوع من البلوكاج بنوع، ولكن استمرت ملتحمة وقت اللي كثير من الأحزاب الموحدة يعني حزب واحد تفرق. واضح. اليوم قبل الانتخابات نتيجة سوء تقدير من طرف البعض وإدارة سيئة ورديئة وكارثية من طرف الرفيق حمل همامي آل إلى تفكك هذه الجبهة. محمد بوغليب تفضل. أنا مش نرجع لسؤالي اللي طلبت مني نتمهل في طرحه باش نرجعوا مرة أخرى، وكان ولات الحكاية نعملوا في موكب تأبين للجبهة الشعبية. يعني أنا نتفهم خلفيتك العسكرية البحرية كي تستعمل التشبيه أنه السفينة ولات حطام، لكن نحب نفهم هالمشروع هذا اللي تحكي عليه الرافعة الإطار ولا حطام؟ هي المشروع مشروع الخط السياسي يا سي محمد، هو الحلم هو الهدف. وعلاش تلمينا حاجة كانت لاحظ وعلاش تلمينا؟ ظليت طوال السبيتش متاعك وأنا سكت على أمل أنه تسمح لي بطرح السؤال. أي تفضل سي محمد. هذه سفينة شقة البحر. أيوة. أنت توا بلسانك قلت مشيت قزاز،
حطام. هالمشروع مو كنت هزته هالسفينة، وين مش نلقاه المشروع هذا؟ أنا لقعد الرفيه، ما يهمنيش كل المسؤول على اللي صار في أنا يهمني شنو المقترحات السياسية المعروضة على التوانسة أيامات قبل تقديم القائمات يعني نهار 22. هذا اللي يهمني، اللي الرفيه هو أنتم تتعاركوا على اسم الجبهة الشعبية. حتى من المرسلة البسيطة تدخل صفحة الوطد الموحد تلقى الاجتماعات باسم الجبهة الشعبية، أنتم في صفحتكم تحكيوا على حزبكم. تدخل الحمى الهمامي والجبهة الشعبية تلقى العركة على الجبهة الشعبية كاسم. أنا كناخب نهار الاثنين كنتم مش تمشيوا فيكم شكون مش يقدم قائماته باسم الجبهة الشعبية؟ نصدقوا اللي هو حامل مشروع الجبهة، المشروع القديم اللي انت تروج له، ولا يلزم نفركس على المشروع تحت يافطة جديدة؟ إذا بدلتوا العنوان متاع المشروع ماذا بيا تناورني لعل نكون من ناخي بيكم. شكرا. هذا هو السؤال اللي يسألوا فيه الناس الكل. شوف، بالنسبة لمعركة العنوان والمعركة القانونية وشكون باش يهز الجبهة الشعبية، المسألة هذه يحسمها القضاء. هل على الأقل نحكي عن اللي حاليا بصدد التعامل مع بعضنا وبناء ائتلاف انتخابي جدي تقريبا اكتمل في برشا مستقلين، ومش في تعمله تو دعاية مش هذا موضوعنا، ولكن نحن متمسكون بهذا العنوان ليدونتيفيكاسيون تاع الجبهة الشعبية، لأننا نعتقد نحن حاملون لهذا المشروع كخط سياسي، كأهداف سياسية، كمقترحات نقترحها على التوانسة متخلصة مما اعتقدنا وعاينا بأنها أخطاء. يبقى هذا مش في دي، لأني ما نجمش نحتكر الروحي غيري ممن يصر على أنه مجلس أمناء هو مش مجلس أمناء، كما البيان اللي خرج اليوم اللي قدامك، فما يش مجلس أمناء مجلس أمناء بأربعة نواب، موضوع آخر. يصر على أنه الناطق الرسمي هو لم يعد على الأقل بالنسبة لي أنا الناطق الرسمي لي أنه هو الجبهة الشعبية. إذن المسألة فيها خلاف حاد لا أحتكره لنفسي، ولكن من سلمش فيه، بمعنى برا أخوي سلمته لك. هناك قضاء قال كلمته جزئيا في قائمة بار وهو حكم له دلالة هامة، ولكنه ليس حاسما نهائيا للمعركة، لأنه لو كنا انتخابات عنده فترة الانتخابية، واللي بحبوش يفهموه خاصة رفاقنا اللي في الصف بتاع اللي خرج بيان اليوم، أنه رأوا الجبهة الشعبية في القانون الحزبي والقانون المنظم للبلاد هي صحيح ائتلاف سياسي، عنوان برشا ناس يحسبوها حزب، ولكن في المستوى القانوني هي ائتلاف انتخابي يتشكل عند بداية فترة انتخابية اللي تحلت أمس نهار 16 جويليا بالنسبة للانتخابات التشريعية، وينطفئ بالإعلان النهائي عن النتائج. إذا من غلطوش بعضنا. إيش قالت المحكمة في حكم تبار؟ قالت راهو في تبار ما فماش تحيين لائتلاف آخر، عندي ائتلاف واحد فيه اليسار العمالي وحزب الوطن الموحد ومسؤوله القانون محمد جبور، ما فيهاش علم لدني الحكاية. في الانتخابات التشريعية أعتقد أنه سيكون هناك خلاف قضائي سيحسم فيه القضاء. ما يهمنا هو المشروع، العنوان هو محير طبعا. لماذا سيذهب التونسيون؟ سيكون أمامنا منذ اليوم الذي تقبل فيه القائمات نهائيا إلى حدود يوم الاقتراع لستة أكتوبر، إن أقر عنوان الجبهة الشعبية لنا أو لغيرنا فيتصرف إما نحن أو غيرنا بذلك الشكل، إن لم يقع إقراره فسيكون لنا عنوان نخوض به الانتخابات، وسنبذل جهدا كبيرا من أجل أن الناس تعرفنا أنه المنجي الرحوي وحمد الصديق وزياد الأخضر ونزار عمام وراه هذا هو عنوانهم. نعم احنا خلينا نفهموا شوية. الصفحات الرسمية اللي قاعدة توا تصدر في البيانات وتحكي حتى على رغم حال التفكك هذية وقاعدة تنشط، شكون اللي قاعد يدير فيها حاليا؟ حزب العمال والطيار الشعبي. واضح به وهذا نوع من الاستيلاء. انا نعطيك حاجة ونعلنها امام المرأة، انا باعتباري رئيس كتلة كنت يعني شادد، مش انا بحال المساعدين ولكن تحت سلطتي الإدارية على الأقل، صفحة كتلة الجبهة الشعبية منذ اليوم الذي أعلن فيه عن حل كتلة الجبهة الشعبية قبل ما تعود تشكل الكتلة الأخرى تعطلت تلك الصفحة، رغم أنني لم أكن من المستقلين ولم أكن من صف الآخرين، تعرفوا إحنا قلنا بدور، لكن النزاهة تقتضي كتلة الجبهة الشعبية جديدة كتلة خرج منها حتى أربع أعضاء فقط،
مستحيل. إذن جمت ما يقع فيما يسمى بصفحة الجبهة الشعبية هي ممارسة لا أخلاقية في أن يصدروا بيانات. ومجلس الأمناء ما فماش مجلس أمناء، مجلس الأمناء هو أمناء لأربعة أحزاب فقط. مثلا بيان اليوم من مجلس الأمناء هو شنو عنوانه البيان؟ مسألش بلاغ توضيحي لا لترويج الأخبار الزائفة عن الجبهة الشعبية ومجلس الأمناء. هذا البيان على تزييف وخبر زائف لم يصدره مجلس أمناء الجبهة الشعبية الذي لم يعد موجودا، والذي رفض الناطق الرسمي دعوته للاجتماع منذ أن انفجرت الأزمة. أحمد الصديق، هل عرض عليك الانضمام للكتلة الجديدة تحت اسم الجبهة الشعبية مؤخرا؟ بالمعنى السياسي تبعت حال من هارة اللي وقعت الاستقالة. الحقيقة أنا كنت عندي ما نقولش نفس المسافة، ولكن بحكم وظيفتي كرئيس كتلة كنت متواصلة مع الطرفين. اليوم أنا في صلب ائتلاف يتشكل لم يعلن بعد بطبيعة الحال مع حزب الوطن الموحد ومع اليسار العمالي ومع أربعة من مستقلي المجلس المركزي للجبهة الشعبية اللي غادروا هالتشكيلة هذه اللي تخرج في البيانات باسم مجلس الأمناء. ومنذ البداية ستدير من نهار الاستقالة كان هناك تواصل بيننا، ويبدو أنني أقنعتهم برأيي خاصة كي كنت نعمل في المساعي. حاليا مازال فيما بيناتنا حديث، إذا رأيت أن هناك مصلحة لهذا العنوان ومصلحة للتوجه الوطني وأن هناك معركة خطيرة ستخاض في المجلس تستوجب أن يكون الكتلة الشعبية بعشرة مش بتسعة، فسأكون فيها. تقديري حاليا ليس هناك أهمية لهذا الموضوع. بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة، كيف أنت تحكي على ائتلاف الجديد ربما يرى النور في قادم الأيام، كيف ستحسم مسألة الترشح للرئاسية اللي هي موضوع الخلاف الجوهري اللي كما اللي صار في الجبهة؟ هذا كان موضوع نقاش. عندكم منجي الرحوي عنده طموح للرئاسية، ايه راغب في مرشح حزبه للرئاسية، وناقشنا هذا الموضوع، وهناك نقاش جدي في المسألة في يعني الاوبورتونيتي معناتها علاش هالرئاسية. انتهينا بعد نقاش ما كناش فرد راي، لكن توا ولينا فرد راي في انه ما فماش ائتلاف حزبي جدي ما عندوش مرشح للرئاسية بغض النظر عما ينتظره من نتائج. يعني أنت عندك مجموعة من الناخبين كبرشة شوية يلزم يكونوا مسنترين في اتجاه معين في زوز استحقاقات، إذن سيكون لنا مرشح للرئاسية. مسألة حسم من سيكون وكيف، حاليا إلى حد هذه اللحظة حزب الوطن الموحد عنده مرشح اسمه المنجي الرحوي، الآخرون مازالوا يتشاوروا الأحزاب الأخرى وحتى المستقلين. ربما سنشهد شكل من أشكال حزب الطليعة سيكون له مرشح. أنا نطقه الرسمي لا أستطيع أن أقول شيئا لم يحصل من أن أبوح بشيء لست مرخصا في البوح به. يهمني نعرف يعني موقفك أنت كرجل قانون ورجل سياسة أيضا، شو توقعاتك من رئيس الدولة اليوم؟ قدامه قانون انتخابي، تنقيح للقانون يعني الانتخابي، الناس كلها تستنى ماذا سيفعل الرئيس، شو انتظارتك منه؟ هو الانتظار ما عادش فما انتظار حسب اعتقادي سي محمد. علاش؟ لأنه إلى حدود تاريخ سابق بشوية كان يملك حق الرد، بمعنى يرجع المجلس النواب يقول له ما عادش تو قدامه مقبل حق الرد، وإلى حدود حق الرد يملك حق آخر وهو عرضه على الاستفتاء والاثنين ما عادش وانقضى الأجلين. لا أعتقد أن أمام رئيس الجمهورية خيارات أخرى غير إصدار هذا القانون. إن ختمه يوم الجمعة وتعطل نشره في الرائد الرسمي، نعم نهار الاثنين مش تتقدم القائمات طبعا، هاي ما فماش قانون، لا مش جديد. لا سيتم اعتماد القانون القديم، هذا سيناريو محتمل ما دام ليس هناك تعديل في القانون المنطبق لو دروا بوزيتيف ابليكابل تعتو، فإن القانون يظل ساريا. هنا المناورة بين قوسين أو التلاعب بالأجال من أجل أنه يدخل القانون الجديد حيث تنفيذ ولا ما يدخلش، يدخل في التشريعية بركة ونخلوه يطبق في التشريع، ما يدخلش في التشريعية يدخل في الرئاسية أو العكس بالعكس. هذا المجال اللي مازال فيه، وأنا أعتقد أنا مثل هذه القوانين وبغض النظر عن موقفنا منها، وقت اللي يفوتك الأجال متاع الرد ومتاع الاستفتاء يعني نقعدوا نلعبوا على تاريخ النفاذ. هذا الحقيقة لم أكن أنتظره، ولكن قد يحصل ويبدو أنه بدأ بالحصول.
هذا كما عندي ما نعلق سي محمد واختاني. شكرا لك احمد الصديق الناطق الرسمي باسم حزب الطليعة العربي الديمقراطي على حضورك معنا، مرحبا بك. بعد شويه نستقبل محمد الهادي جويني مدير عام المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه والفنيه، نستقبله بعد الفاصل.